هذا وتباينت آراء الطلبة والمشاركون حول اللقاء الحواري، فمنهم من رآه هاماً في تعزيز التواصل بين الحكومة والشباب وإعطائهم فرصة لإيصال رسائلهم والوقوف على تحدياتهم، ومنهم من انتقد اللقاء لأنه لم يقدم إجابات وافية على تساؤلات بعض الطلبة. كنت أتمنى للأمانة اليوم أنه يكون لنا فرصة للحديث أمام رئيس الحكومة. كان هنالك عتب للأمانة في هذا اللقاء بأنه رئيس الحكومة لم يتحدث بشكل حقيقي بالإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لإيصالنا كقيادات شبابية لضمار العمل السياسي مستقبلا. كنا نتمنى أن يتحدث بشيء غير لجنة التحديث السياسي، لأنه هذه اللجنة جاءت بضمانات ملكية ولم يكن للحكومة أي يد في تشكيلها وأي فضل في ذلك، وبالتالي كنا نتمنى أن نسمع من حكومته إجراءاتهم الحقيقية لدعمنا اليوم كقطاع شبابي. نقاش متخصص أيضا بنفس الوقت، وفي بعض الأحيان أصبح سجال هنا وهناك، وهذا الشيء بيعبر عن وعي عالي ووعي كبير للشباب الأردني اللي قادر على تشخيص الحالة ومواجهتها. وبنفس الوقت اليوم نتحدث عن حوار مباشر ما بين الشباب وما بين السلطة التنفيذية، وبوجود عدد كبير من النواب والوزراء ما بين الحضور الشباب. تضمنت الجلسة الحوارية الشبابية الحديث عن تحديث المنظومة السياسية في الأردن وبيان خارطة الطريق لتحديث القطاع العام وتعاونه مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعمق في رؤية التحديث الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن هذه الجلسة فتحت الآفاق ما بين دولة الرئيس وما بين الشباب في الجامعات. اليوم في هذا اللقاء الحواري المهم عرفنا وين وصلت الحكومة في موضوع التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي وتحديث القطاع العام، قدرنا نتعمق أكثر في المحاور اللي بتخص هاي التحديثات، وين وصلت الحكومة فيهم وشو النظرة المستقبلية إلها. لقاء بالنسبة لي فعال، كنا قريبين من الوزراء، ما كان بيننا حواجز، هذا الإشي كسر بيننا حواجز كثيرة.